هل تعتقد بأن إيران فعلاً تضع في حساباتها التوجه للقنبلة النووية، أم أن هذه أدوات ضغط لا أكثر ولا أقل وهم لن يتوجهوا للقنبلة النووية في وجهة نظرك؟ لا أعتقد أن إيران ستتوجه إلى القنبلة النووية في المستقبل المنظور أو على الأقل القريب الآن، ولكن إيران من الواضح أنها تطور قدرات. طبعا الإيرانيون يقولوا بأنهم لا ينوون بناء صنع قنبلة نووية ولأسباب مختلفة دينية أو أخلاقية أو غير ذلك، ولكن أعتقد أن كل شيء ممكن، خاصة إذا شعرت دولة ما بأنها مهددة وأن السلاح النووي قد يمنع الهجوم أو يردع الهجوم عليها، فإن هذا ربما قد يكون أمرا واردا. ولكن أعتقد في هذه المرحلة أن هذه هي أوراق تفاوض. ولكن أين هي النقطة؟ النقطة أن إيران تستخدم الآن أجهزة طرد متقدمة، وهذه قد تسمح لها بالوصول إلى 90%، ولكن هناك أيضا بعض الخبراء يقولوا هذه قد تحتاج إلى مدة من الزمن، 6 أشهر، بعض يقول 8 أشهر، بعض يقول أكثر أو أقل، وبالتالي هذه أيضا ستكون مراقبة من الإدارة الأمريكية ومن العالم. لا أعتقد أن الصين ولا روسيا ولا الدول الأوروبية ولا الولايات المتحدة تريد رؤية إيران كقوة نووية. ولكن هناك خطر آخر يقلق الأمريكيين ويقلق الآخرين، وهو أن إيران أصبح لديها القدرة على صنع معدن من الأورانيوم الذي قد يستخدم في لأغراض عسكرية، وهذه عندما تصل إلى هذا المستوى هذا المعرفة لديك ولن يسهل التراجع عنه بوقف أجهزة الطرد أو غيرها. ممتاز.